السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأبناء الوطن العربي الجميل في درس جديد من دروس السوليد ميكانيكس أو الاستراكشرال أناليسيز. هو الموضوع مشترك بين الاتنين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الاستاتيكالي انديترمينت ستراكشر. يعني عندنا ستراكشر زي ما احنا شايفين، بيم طوله L عليه لود ديستريبيوتد W، وهنا في فيكسد فعنده 3 انونز، وكمان في هنا رولر فعنده بي واي. المطلوب مننا نجيب الاي واي والبي واي والمومنت، وطبعا الاي اكس بصفر، وبالتالي نرسم الشير وبنجون دياجرام، نعرف الديفليكشنز، كل نفك الدنيا كلها. يعني احنا لو جبنا الرياكشن ده خلاص نقدر نكمل عادي، يعني نرسم شير، نرسم مومنت، نجيب ديفليكشن زي ما احنا عايزين. ازاي طريقة الحل؟ احنا ان شاء الله النهارده نستخدم السوبر بوزيشن. سوبر بوزيشن يعني سوبر بوزيشن يعني نركب مشكلتين بساط عشان يحلوا لنا مشكلة اكبر. هو هنا في مشكلتين، اللي هي ايه؟ ان احنا عندنا فيكسد وعندنا ديستريبيوتد لود، دي مشكلة بسيطة او بروبلم بسيط اقدر احلها عادي. الديفليكشن بتاع ده شكله كده على فكرة، هنا السلوب بصفر وهنا الديفليكشن ماكسيمم وقيمته دلتا 1 طبقا للجدول اللي عندنا. الماكسيمم ديفليكشن اهو الدلتا 1 بتساوي دبليو ال اس 4 على 8 اي اي. طب جميل، هل هو هينزل فعلا الديفليكشن ده؟ لا مش هينزل، لان في بي واي وفي سبورت، وبالتالي لازم يكون الديفليكشن هنا اجمالي بصفر. طب لو انا حطيت بي واي، ما هو ده بي واي اللي بيصعده، صعده نفس القيمه اهو. يعني في عندنا دلتا 2 هنا نتيجه البي واي اللي فوق. طيب عندنا كونسنتريتد لود، يبقى الدلتا 2 طبقا للجدول بي ال تكعيب على 3 اي ار. احنا عارفين الديفليكشن هنا بصفر، فلازم الدلتا 1 زائد الدلتا 2، الدلتا 1 بالسالب الدلتا 2 بالموجب يساوي صفر، يعني لازم الدلتا 1 يساوي الدلتا 2، يعني لازم ال دبليو ال اس 4 8 اي اي يساوي بي ال تكعيب على 3 اي اي. وانتوا اشطر حاجه فيها تشطبوا مع بعض. اذا البي اللي هو الرياكشن اللي هو بي واي بتساوي 3 على 8، 3 دبليو على 8، اللي هي 3 جت هنا و 8 جت هنا. كده جبنا الرياكشن اللي اسمه بي واي. طب بما ان سيجما الاف واي يساوي صفر، اذا الاي واي بلس بي واي ماينس دبليو ال يساوي صفر. اذا الاي واي بتساوي اذا ده 3 على 8 يبقى ده 5 على 8 دبليو ال. الله، ده احنا عرفنا نجيب الرياكشنز. اذا عرفنا نجيب الرياكشن اقدر ارسم الشير واقدر ارسم المومنت بالطرق المعتاده اللي انتوا عارفين ترسموها. هناخد ان شاء الله في الفيديوهات القادمه مجموعه امثله ازاي نحل الاستاتيكالي انديترمينت ستراكشر باستخدام السوبر بوزيشن مع جدول الديفليكشنز اللي هو بيكون معطى في الغالب في الامتحان، او حافظه او مبرشمهم يعني، او تشوف يمك تصرف حسب يعني جامعتك ودكتورك. يبقى باستخدام السوبر بوزيشن مع الجدول ده نقدر نحل اي استاتيكالي انديترمينت ستراكشر، نجيب الرياكشنز وبالتالي نرسم الشير والمومنت كالمعتاد.